السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع ميلا، وبالضبط في بلدية غارمغوغا التي تقع بالقرب من سد بوهارون كما نشاهد هنا، لنقف على أشغال نتاع محول كبير سوف يحل يعني النقطة السوداء في بلدية غرارم. إذن واللي هذا المحول راه قيد الإنشاء، سوف نشاهد الصور بعد نهاية العرض هذا تاع جوجل، ونشوف المنطقة التي سوف يعني راه الأشغال قيد الإنشاء الآن نتاع المحول هذا، واللي فيه انتريمي باساج سوتيران ممر سفلي. هنا في المنطقة هذه هنا نشوف المنطقة جد يعني معقدة. إذا في المنطقة هذه هنايا فيه أشغال نتاع واحد من أكبر الممرات السفلية في الجزائر، سوف تشاهد الصور، هو ممر عملاق يقع هنا، وسوف أوضح أنه الممر هذا سوف يكون بهذا الشكل هنا بهذا الشكل هكذا، سوف يمر من تحت المربع هذا، يكون فيه الممر السفلي اللي راه قيد الإنشاء. إذا هذا هو هنا المنطقة هذه التي تقع في بلدية غرارم غوغا في ولاية ميلا. نروح نشوف الصور، نخليكم مع الصور نتاع المشروع هذا، حيث يتم إنشاء هذا المشروع من طرف الشركة الوطنية سيرور المعروفة في إنجاز المنشآت الفنية عبر التراب الوطني، ومن طرف يعني سيرور الفرع نتاعها نتاع الشرق سيرور آس إذا، وباستعمال طريقة العناصر المصنعة مسبقا إذا سيمي بريفابريكي إليمون بريفابريكي، ثم تركب يعني في الموقع نتاع المشروع اللي، وهذه الطريقه تسمح لنا باش نربح كثير من الوقت ونقص من يعني الامدادات نتاع الخرسنه للموقع. اذا نربح في الوقت ونربح في التكلفه بهذه الطريقه نتاع لي زيليمون سومي بريفابريكي، بيسكو راهم بريفابريكي، ثم فيه بعض الاجزاء يتم صب الخرسنه فيها في الموقع، لكن الأجزاء قليلة جدا بالنسبة للكمية تاع الخرسنة المفروض صبوها إذا كان المشروع ينجز بطريقة تقليدية.